صباح الفل. صباح القشطة. احلى فول والله العظيم. ده 100 100. بتيجي تفطر كل يوم؟ طبعا. طب انا بقى عايز افطر معاك. اتفضلي. اجدع اكله واجدع ناس والله العظيم. ربنا يخليك يا رب. اكتر نوع فول بتحبه ايه بقى لما بتيجي تفطر هنا كل يوم من العربيه؟ هو طبق الفول بالزيت الحار. ويا سلام بقى لو انت كمان عايزه تقطعي عليه بيضه ولا حاجه. اه ده مهم جدا. اه ممكن تبقى وجبه متكامله بالظبط كده، لان انت بتقعدي طول النهار ساعات ما تاكليش. صحيح صحيح. ده احنا عوضنا البروتين النباتي والحيواني مع بعض في طبق واحد. بالظبط كده. بس انت ما بتاكليش، مش عاجبك الفول؟ لا بالعكس، انا بسمع لك، انا عاجبني كلامك اكتر. ده حقيقي. انت بتعمل فول في البيت؟ بعمل فول في البيت. بعمله انا في البيت بقى. اسكندراني بقى. اسكندراني. اه بجيب السجق. بجيب السجق. السجق. واعمل واخدع البصله والقوطه رفيع رفيع واروح عاملها. الله عليك. انت عارف ان الفول ده ليه قصص تاريخيه من زمان، من ايام الفراعنه؟ احنا الفول ده بقول لحضرتك اساسي. اه. في رمضان على الفطار. اه. وعلى السحور دي وجبه اساسيه. ده لازم. اه طبعا. مسمار البط. اه طبعا مسمار البطن. ليه سموها مسمار البطن انت عارف؟ عارف طبعا، عشان طبعا بنقعد طول النهار حضرتك. ما انا بقول لك انت ممكن تاكليه من الساعه 7 لغايه الساعه 7 بالليل. طب قول لي بقى، انت ممكن تعمل الفول بنفسك ولا بتحبي تيجي تاكله من هنا من على العربيه بس؟ بصي، هو على العربيه ليه وضع تاني بصراحه، انا بحبه اكتر من على العربيه مهما إيه؟ اتعمل في البيت. بصي ليها نكهه كده بالظبط مفضله العربيه طبعا، ليها وضع تاني. يعني ده دليل زي ما انت شايفه ما شاء الله الشباب كلها بتحب تاكل على العربيه. يعني يمكن وقفه العربيه شباب كده بتستحي النفس اكتر، واحنا واقفين جنب بعض كلنا عمالين ناكل. اكيد طبعا. اكيد طبعا. بالهنا والشفا. هاتوا النبي طبق باذنجان مقلي حلو كده، بقرنين فلفل حلوين كده بتوع. واحد باذنجان مقلي. هات طبق بصل من عندك. الباذنجان جنب الفول. انا بالنسبه لي وجبه احسن من اللحمه. الباذنجان المقلي والفلفل. اه. والبصل. اه والبصل. البصل نمره واحد. اه. هات طبق بصل يا. يعني. عندك بصل اخضر؟ لا. بصل عادي؟ اه عادي يعني بصل. مش موسم البصل الاخضر دلوقتي. هو دلوقتي بس لسه البشاير بتاعته يعني.